السلام عليكم. اليوم نتكلم على أوديون تاور اللي جاية في وهران، واللي الآن انتهت الأشغال بها، أشغال خارجية، يعني الدريسينج تاع الكلادينج تاع العمارة وكل الأشغال تاع الهندسة المدنية. ما بقت إلا ثلث طوابق الأولى تاع الريتشوسي والطابقين اللي فيهم يعني انكلادينج مختلف على حسب التصاميم، وكذلك ما زالت الأشغال تاع يعني التأثيث داخل الإقامات، وهي في الحقيقة إقامة سكنية وطراز عالمي، يعني واحدة من أفضل الإقامات ولا أفضل العمارات الموجودة ولا أفضل الأبراج الموجودة في وهران. إذا انتهت الأشغال بها، الإشغال الأشغال الخارجية، وأنا نخليكم مع نهاية الفيديو. وقلنا للذكر أن هذا المشروع، هذا إقامة، هذه الأشغال بدأت بها في 2014، يعني الآن بعد 8 سنوات لحقنا إلى المرحلة النهائية نتاع المشروع. إذا المزيد من هذه الأبراج اللي خاصة جاية في بالقرب من الواجهة البحرية الفرند مير، شارع الواجهة البحرية تاع الفرند مير، وكذلك المنطقة اللي ما تسمى بالفرنج ماريتيم، لا فرنج ماريتيم هي جهة كذلك جاية على امتداد الواجهة البحرية تاع مدينة وهران. وإن شاء الله المزيد من هذه الإقامات والأبراج العالية بعد 20 إلى 30 إلى 40 طبقة، هذه كلها مرحب بها، وهي يعني في الحقيقة هذه الأبراج السكنية مخصصة لنوع مخصص يعني معين من الساكنة، مش كل السكان يقدروا يسكنوا في هذه الأبراج، لكن هي معينة لطبقة معينة، وهذه الطبقات موجودة في كل أنحاء العالم، في كل مجتمعات تاع العالم. كاين بعض الناس يحبوا عندهم مال ويحبوا يسكنوا في أبراج وتكون فيها كل مستلزمات نتاع العيش الكريم. ونكتفي بهذا القدر، وأتركه في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.